أنا بدي أرجع شوي للتاريخ. من آلاف السنين البشر تكيفوا على استهلاك الحليب، كان مصدر غذاء سهل ومتوفر خاصة بالمجتمعات الرعوية والمجتمعات الزراعية. البشر كمان قدروا يطوروا نوع من التكيف الجيني ساعدهم على هضم اللاكتوز. ألا يعتبر هذا دليل على أنه الحليب هو مفيد للبشر؟ ليش فجأة هلأ صار الحليب ضار؟ هو اللي أنت قلتي العكس، هو مع التطور الجيني ما بقيناش نهضم اللاكتوز، دلوقتي اللاكتوز بقى أصعب. أنا طول عمري من مدرك تماماً أن الحليب، كل إنسان يشرب حليب يعني الأم، البقر يشرب حليب البقر، الغنم يشرب حليب الغنم، دي أول حاجة، مفيش حيوان بيشرب يعني من حيوان آخر، دي النقطة. النقطة الثانية الكازين اللي موجود في لبن البقر، خلي بالك أنا بتكلم على لبن البقر عشان ما نجمعش، لبن البقر بس. الكازين اللي فيه غير صالح للاستخدام الآدمي، بيعمل مشاكل والتهابات، اللي بيشرب 3 أو 4 كوبايات لقوا فيه نسبة كسور العظام أكتر، احنا بناخد المفروض عشان الكالسيوم، ففي أبحاث بتقول الكسور بتزيد مع الحليب، حتى دلوقتي ابتدى العالم كله يلجأ يسيب الكازين اللي أنا بتكلم عليه مضر، بقى اسمه كازين A2، حتى في حليب مليحة اللي في الشارقة عامل ضجة دلوقتي، ليه؟ عشان ساب النوع الكازين المضر وابتدى يلجأ للكازين A2. طيب بس دكتور حكيت على A2، ليش فجأة ظهر هذا A2؟ ليه صرنا نسمع عنه اليوم؟ ده من زمان الكلام ده، من كذا، من اكتر من 100 او 200 سنه الكازين اللي في البقر ما بقاش ينفع يستخدم بقيه البشر، تقيل علينا. حتى على فكره التوصيات دي مش جايه، التوصيات دي ابتدت تطلع دلوقتي للعلن. الكلام اللي انا بقوله من اكتر من 15 من 20 سنه تحذير من الحليب، والدكاتره بتوع القلب، اي حد عنده سمن او امراض في تجلط او مشاكل في القلب يمنع من الحليب، اللي عنده حساسيات يمنع من الحليب، اللي عنده قولون يمنع من الحليب.